مش بس كلام. افتتاح موسم الشتوي لتزحلق في روسيا. في الصين تقفز تحت قطار لتخيف زوجها. وعاصي الحلاني يلغي حفلات في كندا بسبب تأشيرة الدخول. حتى عاصي طبعا الناس اللي بتحب تتزحلق على التلج وبتحب المنحدرات والقصص هي كلها وبتحب يعني البرد والشتوية طبعا، والناس اللي بتحب روسيا خص نص عندي خبر لأنه اليوم كتير مفرح، لأنه في مهرجانات راح تقام في العاصمة السياحية سوتشي في منتجعات كرسانيا بوليانا. يعني فيكم تسافروا تتزلجوا وتغيروا جو بالتلج، يعني تروحوا يعني حتى عطلة في العادة بيقوموا عطلة صيفية عطلة شتوية، تروحوا عطلة شتوية تغيروا جو، لأنه عن جد يعني شغلات ولا أروع، لأنه خصوصا يعني هالشغلات للناس رح يجتمع فيها هواة التزحلق والناس اللي يعني بتأدي حركات بهلوانية في الهواء، لأنه عن جد رح تستمتعوا وحتى تكسبوا معارف جديدة وتتعرفوا شغلات جديدة على التزلج وعلى هالرياضة خصنص. والخبر الثاني اللي ضحكني بذكرني شوي بحالي شوي، انه في مرة بتخيلي في الصين نطت عطر قطار هيك على السكة وهي عم تتخانق مع زوجها، ما عاد عرفت شو تعمل، عصبت تخوف بدها تخوف هي من مسحة بدل ما تتعارك معها، صحيح بدل ما تتخانق معه حسست ما تفرق معي خلاص راح انتحر، وهي طبعا ما قصدها ابدا تنتحر لانه هي بتعرف نية زوجها، بتعرف انه هو راح ينقذ لها حياتها. سو هي شو عملت هالبطيخة؟ اجت وقعدت بنص هيك بنص السكة تبعها بدي موت روح تصفل ما تحكيني. لا اجا بعدين وقفوا القطار واجوا المواطنين واجا زوجها. ليش انت ممكن فقلتي يذكرك بحاجة زي هيك؟ بذكرني في حالي لانه انا مثلا بتخانق مع حدا كتير بقول له يلا بدي افتح باب السيارة بدي نط ما تحكيني. بتدري فيها ولا لا؟ بعملها اي بعملها. مقبولة يعني. بعملها مجنونة اسا. وبعرف انه في حدا عم يسمعني راح يقول هالهبلة. انا ممكن نهدد في الحاجات هذه بس انت راح. لا 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 بفتح هيك انا ما راح نط من باب السيارة. هذه هي بالضبط. انا بفتح باب السيارة بس ما رح لا كلنا فتحوا في باب السيارة. لكن قلت توقعت ان انت فعلا تديري زيها وتنطي. لا 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 ما رح نطلع بالعكس. العمر مش معزقة اضافيري تتكسر وشغلات يا روحي. لا اكيد خليتها العمر احسن من الضوافر يا قلبي. دفعت طبعا المرة الصينية غرامة قدرة 200 ين يعني حوالي 30 دولار تعويض على الهبل اللي عملته. متاع ان هي اصلا حتى عطلت تقريبا سكة الحديد صح؟ اكيد طبعا اسم المدينة اكيد اسم المدينة نانجينغ وفي مقاطعة جيانسو. حلو اوكي احنا تو حاليا في طرابلس في ليبيا. يلا نشوف الخبر اللي بعد. في ليبيا في طرابلس. نروح دغري للخبر الثالث والاخير معنا لليوم. للأسف عاصي الحلاني لغى الحفلة تبعه في كندا بسبب تأخير التأشيرة اللي هو الفيزا ما أخدها أو ما حجز بالأحرى في الوقت المعين والمحدد، لهيك فاتت عليه موعد الحفلة وما قدر يسافر، وحتى الفرقة تبعه تصوري ما قدروا ياخذوا الفيزا بالوقت المعين وفاتت عليهم الحفلة. أنا نحصلوا فيزا هو عاصي الحلاني. وطبعا ما ننسى أنه غنية عاصي الحلاني الأخيرة اسمها شو بخيفة عليك، تخيلي بأيام صغيرة حطمت الرقم القياسي وأخذت على 1,000,000 مشاهدة يعني على اليوتيوب، يعني شكلي 1.5 مليون ماشي ميرسي على النص قاسين لأنه نسينا كلمة نص. ما هو النص هي 500,000 مش نص جنيه يعني. خيبتنا أنا. وعد فان مش بس كلام.